تحيا المرأة المصرية وتحيا مستقبل الوطن. صحيح. صحيح. شكرا. تحية طبعا إلى كل هؤلاء الجنود اللي وقفوا من أمناء الشرطة ومن جنود صف الضباط اللي كانوا في المواقع المختلفة، والحقيقة وقفوا وبمنتهى الحيادية ومنتهى الرجولة وقفوا يؤدوا عملهم كاملا كما ينبغي أن يكون. مرة أخرى أنا بحييهم وبقول عاوز أقول بقى طبعا الحقيقة العملية التنظيمية اللي كان متعود عليها من أكثر من 25 سنة دلوقتي الأخ محسن حسن. الأخ محسن حسن الأخ محسن حسن هو واقف هناك أهو. الاخ محسن حسن الحقيقه هو عاوز اقول لكم بقى ده المايسترو اللي حط كل الالات الموسيقيه حواليه. عارفين المايسترو لما يدي الاشاره هو محسن حسن اللي وقف يخطط ويعزف ويدير في كل انحاء الجيش. الخبرة هو عنده خبرة رهيبة في عملية الانتخابات وحب كمان، والحقيقة عارف كل بقعة، في عارف الأهالي وعارف العائلات وعارف كل بيت في مين ويقدر يعمل ايه. ففوجئت انه عامل خطة كاملة متكاملة لجيزة. قال لي بقى انا عملت خطة، قلت له تعالى ونقعد، لقيته بقى قاعد مسكن كل حاجة. ده الكلام من زمان. وبعدين بعد كده كنا كل سنة كل في الانتخابات بنعمل كده. السنة دي بقى جه قال لي بقى في تطورات حصلت وعايزين ايه نكبر حزب مستقبل الوطن ونخش معاه وكلنا دور كبير ونبقى مع بعض في طاقة واحدة ونعمل 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 ونعمل. والحقيقة قعدنا بقى مع علاء ومع سيادة النائب عادل ناصر وقعدنا وعملنا الخطة كلها، خطة مشتركة مدروسة بخبرة وبعلم وتحت طائلة القانون. فالحقيقة حيوا معايا الأخ محسن حسن. وإذا كان الأخ حاضر يا فندم الحقيقة الأخ محسن حسن مسك الجانب الرجالي كله، لكن شقيقاتي الحاجة سمية مسكت جزء النسائي. الحقيقة قامت بعمل الحقيقة منظم جدا وبارع جدا ودقيق جدا، وأعتقد أنه اللي رسمته بالنسبة للأعداد اللي جت اتنفذ بنسبة 99.9. وأنا كان رهاني معاها على ده لما جت قالت لي أنا عملت الخطة الفلانية وسكنت الناس بالطريقة الفلانية وده هيجي وده حد مسؤول عن كذا ودي مسؤول عن كذا. الحقيقة في التنفيذ الفعلي لقيته زي ما قالت بالظبط. فتحية للمرأة المصرية اللي اهتمت، وتحية للحاجة سمية اللي خططت ونلتقت معاها. طبعا الاخر حقيقة بيتكلم عن الصعايدة. لا ده الصعايدة دول في القلب بقى. الله يبارك لك يا رب. الصعايدة دول هم حقيقة هم صعايدة في القلب، وتحية ليهم لانهم الحقيقة جماعة يمكن في جيزة من هنا، جماعة في جيزة جايين من اعالي الصعيد ومتوطنين هنا من سوهاج ومن المنيا ومن اسيوط ومن اسوان. الحقيقه والدي راح يعني رحمه الله عليه موصيني على الصعيده وموصيني على عائلات باسمها زي وهم كانوا معانا. الحقيقه يعني بعض العائلات انا مش عاوز اذكر حد واسيب حد عشان ما حدش يزعل، لكن الحقيقه الصعيده دول هم رجاله، هم الحقيقه الاصاله والشهامه والعروبه واصحاب الكلمه. ما فيش واحد فيهم ادانا كلمه